السلام عليكم، نحن معلمات الصف الأول من مدارس الوطن العربي. سنبدأ اليوم بشرح سورة النصر من كتاب التربية الإسلامية. سورة النصر هي سورة مدنية، عدد آياتها 3. سورة النصر تسمى باسم آخر وهي سورة التوديع. سنستمع الآن لقراءة السورة وشرح تفسير السورة. إذن سورة النصر هي سورة مدنية، عدد آياتها 3. الفتح هو فتح مكة، التسبيح سبحان الله، الاستغفار استغفر الله. وهكذا انتهى درس اليوم وهو درس سورة النصر للصف الأول.